هل أنت من الأبراج الأكثر حظا لعام 2021؟ إليك توقعات عالمة الفلك جاكلين. في دراستها المفصلة حول حركة الكواكب والأبراج تعتبر جاكلين أنه لن يكون في العام 2021 أي برج محظوظا بشكل لافت أو أقل حظا من غيره. لكن لا بد من تصنيف بعض تلك الأبراج واعتبارها أكثر حظاً، كل في مجال معين. مواليد برج الثور والميزان سيكونون ضمن الأبراج الأكثر حظاً في العام 2021. سيكون بانتظارهم الكثير من الانتصارات على جميع الأصعدة، فينتظرون توقيع عقد أو إتمام صفقة مع هيئة أو مؤسسة خارجية، كما سيكون برج الجوزاء من الأبراج المحظوظة أيضاً، إذ سيكون عاماً استثنائياً له. أما مولود برج العذراء فسيكون محظوظا على صعيد المال والأعمال، ويمكن تصنيفه البرج الأكثر حظا في الحياة المهنية، وسيحقق نجاحا كبيرا في العمل، يكسب منه أرباحا غير متوقعة، ويعمل على توسيع عمله أو تجارته. أما البرج الأكثر حظا في الحب فهو برج القوس، يخبئ له القدر حبا جديدا صادقا وكبيرا، إن كان عازبا سينتهي بالزواج، أما المتزوج فتشهد حياته أمانا واستقرارا في فصلي الربيع والصيف. هل وجدت برجك ضمن الأبراج الأكثر حظا لعام 2021؟